أرحبي عندي ويغان مرحبي الله يحييك من جامعات الله يحييك منور الحوية وجودك وجود عيالك وأحفادك حياة الله في سقضاه والأمارة وفي سلعز اللي أسس غانم واللي قدام غانم حياة الله واللي مجز من جديد اللي تدري عن الخليج والحاضر والغايب أهلا وسهلا يا مفلح حياة الله تعيد السيد مرحبا ألف عمتنا الغالية اللي تركت الكويت وعيالها في الكويت وتركت حتى عيالها اللي خارج الطائف وجت هنا في جنبنا كلها بعيد بيض الله وجه الله يحييها تحييها من يوم سارت من الكويت لين جتنا نورت ديرتنا تنوير والكويتي سعودي والسعودي كويتي نعم سعودي والسعودي اخويتي وحنا واخويت عين الفراس والله العظيم اني اليوم اسعد انسان والله العظيم اني اسعد انسان اخوي اللي يسوى عيوني واللي واقف لي على ركبه وساق غانم ربي رزقه ببنت وسماها علا بعد معاناة طويلة ما خلى ولا بقى من 4 سنوات ما خلى مستشفى طبيب شعبي يمين يسار الحمد لله مبروك يا ابو علا مبروك يا ابو علا مبروك 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 يا ها فوق فوق مبروك 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 يا ابو علا خلاص 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 مبروك علمنا وش الخلطه قل لا اله الا الله لا اله الا الله والله والذي نفسي بيده هذا بعد توفيق الله واسال الله ان يرزق كل واحد محروم لكن متى تعرف نعمه والدينك اذا جيت في مكان الابوبه متى تعرف قدر والدك او قدر والدتك قلت لا انا اخذوني واتركوا مبروك ومن الخير قطره ان شاء الله مبروك ابو علا ابو علا الناس المحرومين انت واحد من ضمنهم خلال 4 سنوات عانيت ما خليت ولا مكان علم الناس المحرومين الله يرحم امها اللي هي عمة غانم اي نعم فشلون انقتلت فرحتك اعلمك الولادة جت الساعة 2:30 الظهر سناب زوجتي وإلى حاطة مقطع تحمد الله أن جاها بنت وتتمنى أن أمها معها لا إله إلا في يوم شفت المقطع انقتلت الفرحة في المهد والله والذي نفسي بيده أني واقفا عند خط الرياض بكيت حوالي نص ساعة والله يا غانم والله يا غانم يمكن لي سنة ما بكيت إلا يوم شفت هالمقطع غانم أنا وطيحي وأمها عنضولية وجدتها صعقية ما شاء الله